متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم. نحن الآن تنتواجد في مقر حزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعة بالمسيك. الموضوع النقاش ديالنا هو المقرات على الأحزاب السياسية، علاش القديمة مسدودة طيلة السنوات؟ ستقرب الانتخابات عاد تتحل وتبدا فيها واحد الحركة، علاش هاد المقرات الأحزاب السياسية ما تكونش دائما مفتوحة أمام المواطنين وأمام مناضيل تاع الأحزاب من أجل طرح المشاكل التي تعانيها المقاطعة أو المدينة عموما؟ من أجل مناقشة هذه القضية بالإضافة إلى قضية تأخر برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء، نستضيف أو يستضيفنا السي عزيز مومن داخل مقر حزب الحركة الشعبية بعملة مقاطعة بالمسيك. السي عزيز مرحبا بك. مرحبا، شكرا. عادة أن الأحزاب مقر الأحزاب السياسية على مستوى مدينة الدار البيضاء وعلى المغرب عموما يعني ما تتفتح إلا عشية الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، علاش ما تقدرش الأحزاب السياسية تحول المقرات الأحزاب ديالها إلى خلايا يعني مناقشة قضايا القرى، مناقشة قضايا الوطنية؟ تبقى بحال تيقولوا الناس تيعمر في الفيران والبق والبرغوث، وهذا علاش؟ شكرا أستاذ بوستا، شكرا، مرحبا بكم في مقر حزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعة بالمسيك. وعلى هذا السؤال الوجيه واللي دهن وتناقش يوم السبت الماضي مع السيد الأمين العام محمد أزين، اللي طرح هذا الموضوع ديال المقرات وديال المقرات في الإقليمية بالمغرب، وطرح هذا السؤال وقال لك اللي عطانا الفوفير، عطانا الضوء الأخضر بأنه ننطلقوا انطلاقة جديدة مع عهد جديد، والمقرات خصها تشتغل على 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 طول السنة ويتبع الأنشطة. السؤال ديالك ديال الأحزاب الأخرى اللي طرحتي ديال هذا، منذ نظام ديال وحدة المدينة أو منذ نظام ديال الانتخاب اللائحي، الأحزاب كلها كان أولى عندها مشاكل في الأنشطة ديالها الموازية، وكان ما بقاش يتحلوا المقرات ديالها. علاش؟ كان مثلا نعطيك عمالة بالمسيك، كان عندنا مثلا 39 دائرة صغيرة ديال الدائرة الانتخابية اللي كانت، إذا كان عندك 39 مناضل، كانوا الأول تترشحوا المناضلين، مناضلين الدول. كان عندنا مثلا بالمسيك عندنا جماعة وحدة، ولكن عندنا 39، إذا عندنا 39 كاتب تنسمو كاتب دائرة. إذا عندك 39 عندك أنشطة، كنا مولفين كل أسبوع تنجمعوا مع ديك 39، كل واحد يطرح المشاكل ديالو. دابا ملي ولا هاد النظام اللائحي، نقول لك بالنسبة للسياسة، ما تنقولش كان بالنسبة للنجاح ديالو أو الفشل ديالو غنذكروا عليه، خاصة حنا في مدينة الدار البيضاء غنذكروا على وحدة المدينة ما هي الإيجابية والسلبية اللي غتجي الوقت ديالها، ولكن أثرت على السياسة. دابا ولا بكري كان تترشح المناضل، دابا تترشح مشكرة تيجي دابا نعطيك أنا أعضاء مجلس المدينة، نعطيك ثلثي فيهم ماشي ولا الابناء المنطقه وتترشحوا تنجحوا في الدائره. لكن مقرات الاحزاب السياسيه على مستوى مدينه الدار البيضاء البعض ديالها باش ما نعموش، البعض ديالها تكون مغلق، يعني ما تتكونش خلايا، ما تتكونش مناقشه القضايا تاع القور، مناقشه القضايا التقييم مثلا ومراقبه وتتبع العمل تاع مجلس المدينه ولا تاع المقاطعه، ولا تتكون كلها مسدوده. كلامك صحيح، وحنا في المسيك عندنا بعض الاحزاب اللي عندهم مقرات تنسميهم دكاكين سياسيه ولا دكاكين انتخابيه، تتحلوا حتى الوقت الانتخابات. وهذه المره هذه انا بعد الاحزاب ما حلوش حتى ديك المقرات ديالهم. حنا بالنسبه لينا الحزب الحركه الشعبيه تنخمو التنظيم اكثر ما تنخمو الانتخابات. طبعا انا راه غنهضروا في هذا الموضوع، وهذا اللقاء تنشكرك على هذا السؤال اللي واجي. حنا دابا تنديروا انتخابات، تنديروا السياسه من انتخابات. تجي عند شي مواطن تقول اجي نخالط معايا في الحزب، وهذه تقول لك لا انا عارفيني واش قربت انتخابات. تدير شي لقاء صحفي بحال هذا تقول لك كيفاش واش الناس قربت انتخابات. تتهضر على المشاكل على المنطقه ديالك تقول لك واش قربت انتخابات. ولا الهاشيز ديال الانتخابات سيرتو تنقول لك انا ولا الانتخابات، العلاقه ديال الانتخابات والحمله الانتخابيه ولا مادي اكثر من هو برنامجي. انا تعددت من 92 من الناس القيدومي ديال المستشارين ديال المقاطعه ديال المسيك، كنا مخير فينا تيدير الحمله ديالو تطلع عليه 700-800 درهم. دابا نهار المناديب كانوا مناضلين ما تيتخلطوش مع عندنا المناديب، عندنا 12 مندوب كل مناضلين تيبطلوا، وكتدير قصريه ديالك تكسو وتزيد. دابا الناس ملي تدي واحد تيترشح للجماعه وتيخسر 500-400 مليون، ليش؟ إذا عنده أعداء أهداف ديالو، أما يحمي مصالح ديالو، أما عنده أهداف أخرى ما نتهموش أحد. ولكن هذا النظام اللائحي
راه قتل المناضلين وقتل الاحزاب وقتل وضع. راه كنا مثلا هذه الكتابه الاقليميه باش مثلا السيد الامين العام عطانا مهله من بعد المجلس الوطني باش ننتخبوا كتابه اقليميه، عطانا في مده شهرين. راه كاين الناس يطالبوا سنه، قال لك راه ما نقدش بكثره المناضلين عندنا، خصنا نوجدوا راسنا وداك. كان واحد لقيتها البعض تيقول بان النقاش حول المقرات الاحزاب السياسيه ما بقاش بدون جدوى. علاش؟ لان دابا كاين هذاك المواقع التواصل الاجتماعي، كاين الفيسبوك، كاين تويتر، كاين مجموعه من مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقدر هذا الكاتب الاقليمي يتواصل مع المناضل ديال من خلال هذه المواقع التواصل بلا ما نديروا نفتحوا مقر ونخسروا عليه الفلوس ويبقى المقر غير مسدود. وانا عندي العكس ديالك، شي ميتين ديال شي اجتماع في المقر ديال الحزب تنحس بسيط نهضر على الحزب بحال الكره، راه تفرج في التيران ماشي هو تفرج في التلفازه. راه يعني بعد راه ماشي هو نقاش، نقاش ملي تيكون عن قرب تقدر تختلف مع الانسان وتحل مع الاشكالات وتصنت ليه. حنا دابا شنو نوضوا ديال الاحزاب؟ راه الانصات والتاطير والتكوين ونوصل المشاكل ديال المنطقه ديال الناس اللي معناتها وضوا ديال الاحزاب ديالنا. دابا حنا ولينا احزاب، شنو هي الاحزاب؟ ولا المنتخبين. وغنقول لك غنفتح هذا القوس، عندنا مثلا مدينه الدار البيضاء تتخسر، انا تتخسر عندنا تتخسر ب 1000 مليار و600 مليون في العام ديال الاعانه الرمضانيه. مليار و600 مليون كل في حدود كل مقاطعه عندها 100 مليون. واش حنا دابا عليك بالله حنا الدار البيضاء اللي مدينه اللي زعما جميع انواع ديال الفرص الشغل وجميع انواع ديال التاطير ومدينه عالميه وباقي المواطنين تيتسنى فينا باش ندي له واحد خمسه دقائق من رمضان لرمضان. حنا راه خصنا نفكروا في شي برامج اخرى. راه الدور ديالها ماشي مجلس المدينه تتحمل المسؤوليه، حتى حنا كاحزاب كمسؤولين ديال الاحزاب تنتحملوا المسؤوليه ديالنا. ملي تنطرحوا المشاكل خصنا نطرحوا المشاكل ونعطيو البديل ديالها. حنا دابا المنتخب تيعول على مولاي يعقوب خنشي ديال الدقيق باك ما تيجيب لي حفله. هذا هو الدور ديال المنتخب، الناس يصوتوا على هذا، ما تيصوتوش على برنامج. الناس البرامج تيخصوا عليها واحد الوقت، تيخصوا عليها واحد الاقتراحات، تيديروا الشركات ديال باش يجيبوا لهم المشاكل ديال الضبيضه ويطرحها. انا ما عمرني قلت لك من 92 لدابا ما عمر شي حمله انتخابيه شد واحد السيد الورقه ديالو قرا البرامج ديال الحزب. وكاين برامج الاحزاب ولكن تتبقى غير. هضرت على مجلس مدينه الدار البيضاء، الان حتى الساعه مجلس مدينه الدار البيضاء ما خرجش برنامج العمل ديالو. انتم كحزب حركه الشعبيه ما عندكمش واحد القوات تاثيريه داخل هذا المجلس هذا، ولكن كيفاش تشوفوا المنظور ديالكم ان التاخر في اخراج واحد برنامج عملته اكبر مدينه في المغرب باقي ما خرجش حتى الساعه؟ دابا عام وخمس شهور مجلس المدينه بدون برنامج عمل، هذه كارثه. هادي كاينه. حنا دابا باقى لنا واحد 4 شهور 5 شهور تنطلعوا على الانتخابات قربت. حنا دابا هذه من الاسباب تركيبه نهار الاول ارتكبت دار تركيبه ميله غيبقاو ديما غتبقى ديما ميله من العار بانه حنا دابا دوزنا عام وخمس شهور وباقي ما عرفناش هاد العمده ولا هاد المكتب. خاصه انني تنقول ما تنتحملوش مسؤوليه العمده بوحدها، تنحمل راه المشرع عطى الضابط عمده وعطى 10 ديال النواب على حساب عدد الكتابه السكانيه وتنصرفوا عليهم مصاريف طائله وما كاينش شي واحد تتبرك معاه وتقول شنو هو البرنامج ديالك. هو نائب ديال العمده وتقول اش غديروا العام الجاي 2023 اش غديروا في 2024 اش غديروا في 2025، حتى واحد ما عارف. هذا من العار بانه راه بانه مجلس كمدينه الدار البيضاء ما يكونش عندها برنامج عمل. عندنا 16 رئيس مقاطعه، عندنا 10 ديال النواب، راه ما ساهلاش وفيهم الكفاءات، ولكن شكون يحبس هذه الرويضه؟ ما عرفناش شكون يحبس. انا دابا تسول العمده تقول لها امتى تكمل القنطره؟ امتى غيبدا الترامواي؟ امتى تبداو الخط الثالث؟ امتى تبداو الخط الخامس؟ هذو مشاريع الكبرى الكبرى ما عرفهاش هي كعمده ديال الضابطه ما عرفهاش. انت بالنسبه لك البرنامج عمل بما انه باقي ما تمش المتدقع عليه، بالنسبه لكم انتم كحزب الحركه الشعبيه شنو الاولويات اللي خص يتم الاهتمام بها على مستوى مدينه الدار؟ الاولويات ديال الدار البيضاء، الدار البيضاء خصها بزاف الحوايج. الاولويات نمشيو بعدا ننميو مداخل ديال الدار البيضاء. اولويات بعدا نمو راه قال لك داروا رقم قياسي. لا ما كاينش رقم قياسي يا استاذ، رقم قياسي في المداخل الذاتيه. الله يجزيكم بخير. ملي دارت السلطات المحليه دارت حمله على الملك العمومي الناس مشاو خلصوا
هذاك راه لما تجي تشوف المدى التنميه واش التنميه ديال 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 400 ولا 500 مليون زايده هي التنميه ديال الدار البيضاء. الدار البيضاء عندها مشاكل كثيره. الدار البيضاء خاصها تزاد في الميزانيه ديالها على الاقل تكون عندها واحد 100 مليار تزاد ولا 150 مليار وعندنا ما منين نجيبوها. هاد 100 مليار عندنا ما يجيو. عندنا الممتلكات ديال الجماعه عندنا الرخص مثلا عطاك عند الناس مشاو للملك العمومي وما مشوش اللي فيها المداخل مزيان. الباش الله عنده واحد الميزانيه طريفه والمداخل ديالو عطيني الاشهار ديال مدينه الدار البيضاء اللي جاي يتقنن على الاقل غتزادنا واحد 12 حتى 14 مليار في العام على الاقل اشهار بوحدو. انا ملي تلقى الاطباء داين واحد البانو هذاك مع العين بانه الطبيب ممنوع يدير البانو عنده الاشهار ديالو في حدود 30 على 20 اللي حدا الباب تتلقى الطبيب ديال 20 بانو هنا والضو من هنا ومن دون وما تيخلص والو حيت حنا ما عندناش حق نمشي ونتخلصوا من عنده حيت ما عنديش في الميزان في المداخل الهيئه ديال الاطباء من غير تنميه المداخل. شنو الاولويات الاخرى؟ الاولويات والضبيط خاصها تفك هاد الطرقه اللي محبوسه خاصها تفك. نعطيك مثلا انا البارح هوت على طريق مديونه اليوم تتسد لي هذه الغد تتسد من هذه اسيدي الطريق مديونه نسدوها 15 يوم نسدوها شهر ما تبقاش تحل ونفكوا الطريق مديونه. نعطيك مثلا شارع ديس الحاتي اللي تيهمني انا وساكن فيه ديس الحاتي سدوه شهر وما حلو فيه حتى مشكل اسيدي سدوه شهرين الناس يدوزوا من زقه سعيد مسار حلو يدوزوا من الشارع الداخله شهرين ونفك هذا المشكل. دابا ما عطيني شي شارع ولا عطيني ما نقولش شي شارع عطيني شي 3 كيلومتر مقاده في الدار البيضاء في الترامواي هنا يعني الاهتمام بالنسبه لك انت هاد الناس خصهم يحلوا هاد المشاكل المشاكل الاولى اللي كاينه ما دير حتى حاجه هاد المشاكل جوج حوايج المشاكل ونمي لي المداخل منين ان شاء الله نسالي ونحلوا الدار البيضاء ونحلوا المشاكل ديالها غنلقاو راسنا نمينا مداخل. هذاك الساعه نديروا البرنامج ديالنا وشنو هما الاولويات ديالنا والدار البيضاء ما عندهاش كل شيء خاصها. الدار البيضاء عندها نقص في النقل عندها نقص في الامن عندها نقص في الصحه عندها نقص في التعليم عندنا واخا تقول لي سي بوستا وكيما تيقول الناس لا حنا ماشي اختصاص ديالنا لا سي ماشي اختصاص ديالك ما تقولش لي في برنامج ما ديش لي انا اولوياتنا التشغيل والتعليم والصحه ما ديرهاش قول لي اولويتنا هو مولاي يعقوب والاعانه الرمضانيه ونقول لك انا راه قلتيها لي لا اقتنعت بهذا البرنامج ديالنا واش انا البرنامج غادي هكا واش انا مثلا نعطيك السيد سي بوستا واش عليك بالله النواب ديالنا النواب 10 ديال النواب واش فراسك كل نائب تيطلع لنا ب 35000 درهم في الشهر بين التعويض ديالو المشرع ديالو عطى عليه من حقه وبين كلاء السياره ديالو وبين الهاتف ديالو وبين 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 بين ديال الغاز والوجه 35000 درهم عندنا 10 نواب 335 مليون في الشهر ضربه 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 في 72 شهر راه تقدر ديك واحد المشروع تهنيك من واحد هذا حنا دابا تشوف انا واحد الله يذكره بخير السيد الوالي القباج الله يذكره بخير 2007 2006 كنا كساعة باغي نديرو مشروع هو هذا المسجد اللي جيتو منه هنا في سعيد مصاح قال لي يا سي مومن الله يجزيك بخير كاين مسجد هنا وكاين مسجد هنا شوفني هنا الدار البيضاء الدار البيضاء من هنا 4 سنين ولا 5 سنين غتولي مدينة مجنونة راه غادي يولوا الناس الأمراض النفسية والعقلية غادي يكونوا داعين في الزناقي خلينا نديرو واحد السونتر هنا ديال الإدمان ونديرو هنا هذاك وصلت لهذا فيما تتبك في قهوة ما بقاوش يجيو عندك هذا كل يوم كان واحد الوقيته المتشردين ما عندناش هذا دابا تيجيو عندك امراض نفسيه وهذا دابا الدار البيضاء مدينه مضغوطه هذا نمشيو الاولويات نمشيو الامراض النفسيه نمشيو الامراض ديال هذا هو الدور ديال المنتخبين هذا الدور المنتخبين هذاك السيد اللي مرض نفسي راه يقدر غدا يكون ولدك يكون غدا اختك يكون غدا انت تقدر هذه الدار البيضاء فهزت فوق الطاقه ديالها. نمشيو حنا مثلا عندنا في مسيك حنا عندنا كثافه سكانيه ما عندنا فرص ما عندنا حي صناعي ما عندنا حتى حاجه اللي غتشغل وجينا الدار فيها 28 متر ولا 56 متر وصلحنا لهم براند ديال 4 ميطاج. اذا ملي صلحتي 4 ميطاج في واحد البلاصه ما عندكش فيها وسائل ديال التشغيل ووسائل ديال الترفيه ولا وسائل وزدتي كثافه السكانيه فيها غتعرف حنا هذا بالمسيك غنبقاو حنا نعسوا فيها ديال خاصه هذا موضوع اخر هذا موضوع زعما داخل لا اسمع لي استاذ داخل في اطار ديال مجلس مدينه الدار البيضاء شكون يصلح هذا 4 ميطاج؟ مجلس مدينه الدار البيضاء ماشي مقاطعه ديال بالمسيك مجلس مدينه الدار البيضاء خاصني ملي بغي نصلح نزيد كثافه السكانيه نشوفوا داك الديسبونسي واش كافي واش المستشفى كافي واش البلاصه اللي غيشتغلوا فيها واش كافي. حنا عندنا مثلا زعما واخا ما خصنيش كما قلتي ماشي الموضوع ديالنا ولكن راه من اختصاص المجلس المدينه هذا هو الدور ديالها.
سي عزيز مؤمن، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة الفاس باريس، إلى اللقاء، فرصة قادمة إن شاء الله.